مرحبا من حيستان. البلد عزيز على قلبي. عن أي منطقة أحكي أو عن أي أكلات عبر أو أطبخ، إن كان يريفان أو ديليجان أو سيفان، مناطق عديدة كل منطقة أحلى من التاني وكل طبق اللي عندهم أطيب من التاني. خلينا نروح مشوار على أرمينيا نتعرف أكتر على تراث والتقاليد، وخاصة نكتشف أكتر عن قصة الأطباق ونحضرها سوا. نروح مشوار ونرجع لكم. ابتكر طبق الكباب بالكرز طاهٍ أرمانيٍ شهير، بعد أن وصف الطبيب دواءً لمعالجة ابنه المريض يتكون من الكرز والبروتين، ولكن ابنه امتنع عن تناول الدواء، ولأن الطفل المريض يحب الكباب، قام الطاهي بسكب عصير الكرز في قدر من الماء على النار، وأضاف السكر إليه، ثم سكبه على الكباب مع الصنوبر، فتشرب الكباب صلصة الكرز وأصبح لذيذاً، فتناوله الطفل بشهية عالية. رجعنا من أرمينيا وحتى نحضر سوا هالأطباق الطيبة، بس بصراحة بعد قلبي بأرمينيا. خلينا نحضر هالأطباق. نوعين من الطبق اللي اليوم حضرتها، إن كان الإيتش سالاد كنوع من السلطة اللي راح نحضرها، وتاني الوجبة الأساسية اللي كل العالم بيحبوها كباب الكرز اللي من أشهر أكلات عند الأرمن. هون عندي أنا المكونات كلها جاهزة قدامي. الإيتش سالاد بنتحضر مع البرغل، وأهم شيء عنا نحن نوعين من الصلصة راح نحضرها، عنا الصلصة السخنة وعنا بالآخر لما نخلط المزيج مع بعض هتكون باردة، بس منقدمها هيدي طبق بطريقة الفاترة، يعني تتكون هيك وسط الحرارة، لأنه ليش من زمان كانوا ياخذوها كوجبة أساسية، بعد مع الوقت اتطورت عملوها كنوع من السلطة أو نوع من المقبلات الباردة. البندورة والبصل منحمرهم بالزيت قليل، نرجع منضيف فوق منهم صلصة الطماطم وصلصة الحار. الأكيد المطبخ الأرمني بيحبوا الحار، بيحبوا البهارات، تنبع من بهارات. إذا لاحظتوا هون عنا تشكيلة واسعة من البهارات، من كمون، بهار الأحمر والسماء، سبع بهارات، هلنو أنواع من البهارات اللي بيستعملوا كتير بأطباقهم. هون عندي الصلصة اللي أنا حضرتها قبل، بندورة وبصل مع رب الحار بالبندورة، وأكيد منحط معهم شوية حامض حتى يعطينا نكهة الطيبة. فوق منها رح أخذ هيدي الصلصة بعدها فترة لأنه بشوي حضرتها أنا، رح نضيف فوق منهم. هالنوع من السلطة لونها بيطلع أحمر، ونخليها حتى هيك تنقع شوي البرغل حتى تكون طري مع الصلصة، مع هالنوع من الصلصة رح أرجع أضيف فوق منه شوية بندورة مفروم ناعم، وعندي بصل المفروم ناعم، وعندي بصل الأخضر، وبدي أضيف فوق منهم شوية بقدونس. المطبخ غني بالخضار، خاصة طعمة الخضار اللي فيها كتير طيبة بدون أي مواد كيميائية. هيك عم نخلط المزيج. إذا لاحظتوا كمان النوعين من الخضار، إن كان المطبوخة إن كان الباردة، مع بعض خلطناها حطيناها هون قدامنا. إذا بتحبوا يكون شوي حامض زيادة فينا نضيف فوق منهم. والبهارات أكيد عنا هون الرشة من الكمون، عنا بهار الأحمر، وعنا رشة من الملح رح أخذها وحطها فوق منها. هيك صار عنا هالسلطة جاهزة، رح نقدمها ونحطها بالطبق. إذا لاحظتوا هيك صارت طرية هلا البرغل، ولازم هيك وقت اللي بناكلها منحس هيك قرقشة شوي. هيك حطيناها بالصحن بهالشكل حتى تشوفوا الألوان أكتر قدامكم. راحت شوية بقدونس كمان. عنا تقليد إنه منحط نحنا ملفوف، خليني أحط الملفوف بهالشكل حتى تكون طبق تلفت النظر أكتر. بس تعرفوا شو قصة الملفوف؟ من زمان كانوا بيحبوا يأكلوا هالأكلة مع ورقة العريش، وجمالا كان عندهم عادات إنه بيقعدوا تحت شجرة العريش، كانوا يقعدوا يتجمعوا العيال مع بعض ويأكلوا مع الورق عريش. مع الوقت بلشوا يأكلوها مع الملفوف.
هاي طريقة تقليدية كرمال هيك نحن بنحط هالنوع من السلطة فوق منها الملفوف، أو إذا حبيتوا أنتو كمان فيكن تاكلوها مع ورق العريش، راح دي فوق منهم شوية لون أحمر. صار عنا أول طبق لليوم جاهزة. هلا مشاهدينا راح باشر حتى نحضر الثاني الوجبة الأساسية اللي مشهورة كتير وكل العالم بيحبوها، كباب الكرز. الوجبة اللي هيك طعمتها شوية sweet and sour. عندي هون اللحمة، لحمة مفروم ناعمة، شوي فيها دهن، أكيد دهن الطبيعي، ما تخافوا، أود اللي جسمنا بحاجة لهال دهن. بالآخر نحن عم نشويها حتى ولو إذا في دهن هيك بيعطينا شوية طراوة بالأكل. رحت هون اللحمة، عندي فوق منها الجوز. تعرفوا المطبخ الأرمني معروف كتير بالفواكه مجففة وخاصة مكسرات الحبوب، والجوز كتير مهمة عندهم بالمطبخ. عندي جوز راح حطها فوق منها، رشة من بقدونس. عندي هون 7 بهارات راح حطها وشوية بهار أحمر. راح أرجع أخلطهم مع بعض هالمزيج، برجع بعمل دوائر، برجع بشويها بالفرن أو إذا بشويها على الفحم. هيك صار عنا اللي عرفتوا لخلطة اللحمة. أنا جهزتها قبل وقت، حابة أحطها هون قدامكم لحتى تشوفوا. بتعرفوا كمان المطبخ الأرمني عندهم كتير الخبز، خبز شغلة كتير مفيدة وضرورية على سفرتهم تكون موجودة. اللي عنا نحن خبز التونير. مع هالأكلين نوعين من الخبز نستعملها، إن كان الخبز الطري إذا لاحظتوا هون قطعناها بشكل كاريات، وعنا خبز نفس الشيء اللي منقصها شكل دايموندز ونرجع نقليها حتى يكون كريسبي قدامنا. أما هون أنا حضرت اللحمة قبل وقت، خليني أخذها هالدوائر اللحمة حتى على الخبز بهالشكل. راح أرجع أخذ القطعة الخبز المقلي، راح أدير من دار هيك. حطينا خبز مقلي بالصحن بشكل التاج، نرجع منحط البقدونس. رح ناخد صلصة الكرز الفيشنة، الكرز الصغير اللي مسميها كرز البري، بنرجع منضيف فوق منها. هيدي الكرز البري الفيشنة بس منجيبها من أرمينيا، نوع من الفواكه اللي كتير مشهورة بأرمينيا. رح أرجع حط فوق منه شوية بقدونس، أعطي جمال للطبق. وأكيد عندي هون الرمان اللي كمان راح ضيفها، بدون ما ننسى رمز أرمينيا رمان. هيك صار عنا نوعين من الطبق لليوم. راحت على طاولتنا وعندي هون إيتش سلاد. بحب أرجع أذكركم هون حضرنا سلطة المشهورة إيتش من منطقة كيليس بأرمينيا، هون حضرنا أشهر أكلة الكباب الكرز. حبيت حط كمان ساريبورما نوع من الحلو، بدون ما ننسى عنا فواكه المجففة وعنا عصير الرمان. أنا بقلكن صحتين، بلاقيكم بكرة بحلقة جديدة من برنامج قصة الطبق مع زرميك.